الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ما شاء الله ما شاء الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله جيد جيد اب اس پہ دیکھیں نا ایک تو وقف پر توجہ کریں کس پر توجہ کرنی ہے وقف پر توجہ ہوگی اور رسالہ رسالہ کس طرح کہنا ہے تلہ ہی اس کو کیسے کہنا ہے اور یخشونا پہ آواز دی جائے گی پھر اور یخشونا ہوں وہ کس طرح کہنا ہے ٹھیک ہو گیا ابتدا کیسے کرنی ہے جان سے زور سے الذي عبد الحنان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا اللہ ماشاءاللہ کاکے ایک دفعہ پھر پڑھو اور الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا ہاں جی ہاں جی بھائی سعد صاحب آپ بھی
ان اللہ والوں سے بھی سنو بھائی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. آپ یہ دیکھیں نا اس کی ابتدا کیسے ہم کر رہے ہیں, اس کے اتار چڑھاؤ پر توجہ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا محمد. سمجھ آیا اس کو؟ شون احدا الا الله. ما شاء الله. نہیں الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله. شاب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء
من خشي الرحمن بالغيب وجاء أبي قلب منيب ندخلها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. الله ما شاء الله. من خشي ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ما شاء الله. من خشي الرحمن